المسائل الأربع. سلور سؤالنا سلور مسائل. المسألة الأولى العلم لابد أولا أن نتعلم. أولا أي مسألة علم ده لازم يخبرناك أول من قوتاسو علم حاسل. نعم قبل أن نعمل قبل أن ندعو لابد أن نتعلم أولا. مخكي دينا جي علم كو أو دعوة ورتكو عمل بكو باجي أول تعليم حاسلكو علم حاسلكو. نعم فإذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا. كلاتي منغا علم ياتكن ولازم يخبرنا شباقي وان عملهم حتى يجتمع العلم مع العمل. تردي بوريت العلم ده عمل سر يوزيش. تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به. علم حاسلك عملا بوكن وبيا ضروري خبر هذا شيء ده علم تدعوتهم. نعم ولابد أن نصبر. أو ده ضروري خبر هذا شيء بدي لارك الصبر نكار وأخلو. نصبر على ماذا؟ بس بان ده صبر كو. نصبر أولا على العلم. أول ده علم بحاسل أوله بان ده صبر كو. ثم نصبر على العمل. بياب عمل بان ده صبر كو. ثم نصبر على الدعوة. بياب دعوة بلارك صبر كو. نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. دا كارونا شي منك بدنيا كي وكون وإن شاء الله تعالى قبر كي من جواب ركو. الدليل على هذه المسائل الأربع سورة العصر. دي سلور ومسائل بان دليل سورة العصر دي. أقسم الله سبحانه وتعالى بأن كل إنسان خاسر فهو خاسر. الله رب العالمين قسم كده دي بدي بان دي جهر يو إنسان غب خسارة كده. واستثنى من الخاسرين من يأتي بهذه المسائل الذي يأتي بهذه المسائل والله ليس بخاسر. أو ده دينه هاغا كسان استثناء كده دي چكم تاقيد سلور مسائل يادي هاوي بخسارة كده. نعم العلماء رحمهم الله يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام. علماء رحمهم الله صبر سلور أقسام تتقسمي. صبر على طاعة الله حتى تؤدى. صبر ده الله بطاعة ما نتريب بريج تي أداكي. تصبر على أداء الصلوات المفروضة الخمس. بينزو وقت فرض منزونو باند الصبر وكي غير داك أولوكي. تصبر على صيام شهر رمضان. دي رمضان دي مياشت روجي باند الصبر وكي. الثاني الصبر عن معصية الله تبتعد عن المعاصي. دوام ده الله رب العالمين ده نافرمانينا اللي ركيدو باند الصبر وكي. الثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله عليك مرض أو فقر والله أعلم. درام تقدير باندي صبر كول جعل الله رب العالمين ارتسلي كليج التكليف ومصيبات ومرض در باندي رازي بهاغي صبر كول.